العيد القومي لمحافظة الفيوم وبني سويف. برضو من ضمن الحاجات اللطيفة يعني 477 ألف أسرة. بص البيوت يا جماعة، استنوا بس، هات لي صورة البيوت دي حاجات حلوة. ايه العربيات الجميلة؟ ايه الشغل ده؟ عربية هتقع من كتر البضاعة ما شاء الله. بص البيوت، بص بقى واحدة واحدة، خلينا على البيت. 477 ألف أسرة استفادت من مبادرات حماية اجتماعية في المحافظتين فيوم بني سويف. خدتوا بالكم من العربيات المحملة بشيء شويات؟ وخدت بالك من بيوت شكلها عالي القيمة؟ أدي العربيات المحملة بشيء وشويات. وبالمناسبة نظري مش جايب الآخر، وهذه ليست مبالغة، لو نظر حضرتك جايب الآخر يبقى ربنا يديك الصحة. الله، ده في كشف صحي كمان. ست محترمة أمنا اللي قاعدة وبتكشف، دي كشف نظر ده صح؟ آه. وبعدين أنا عندي هنا دانول، ناس بتشتغل، أمهاتنا اخواتنا بناتنا اللي قاعدين بيشتغلوا وياكلوا لقمه عيش بالحلال من المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر الى اخره، ده برضو على سبيل مثال اخر. وبعدين عندنا الله، ده جهاز العروسين تاني، المره دي من عند صندوق تحيا مصر، مش الاعلاني ايه ده اللي بتاع ميد ان جابان لما كنا بنتكلم من كام يوم، صنع في اليابان. طيب انا مش عايز اسهب عليكم في القول، ولكن اترك الموضوع لصديقنا الاستاذ محمد مختار المتحدث باسم صندوق تحيا مصر. ربنا يبارك لكم. ازيك يا استاذ؟ مساء الخير يا استاذ يوسف. عامل ايه؟ كله تمام الحمد لله، بتفائل بالمكالمه معاك في نهايه كل يوم الحقيقه. والله انا اللي ببقى سعيد. كل اللي اقدر اقوله لك يا استاذ محمد، واعذرني على استخدام لغه غير رسميه، دلعني شهيصني بالاخبار الحلوه. طيب بص، هو على وشك، خلينا نبدا كده. الاجتماع الخاص بصندوق تحيا مصر يعني انتهى منذ قليل دلوقتي، واتبلغت من المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، كل سنه وانت طيب وكل اللي بيشوفونا، رمضان على الابواب، واحنا في استعداداتنا رمضان دايما بنفتح باب الخير كده، ويعني بنتمنى ان هو ما يتقفلش خالص يعني حتى بعد انتهاء رمضان. احنا مبدئيا اتبلغنا من احد المتبرعين ان هو جاهز يوفر لنا 50,000 كرتونه، ده بشكل مبدئي، كلها مواد غذائيه جافه، علشان انت عارف ان احنا خلال شهر رمضان بنوسع شويه من كل انشطتنا علشان نقدر نسعد بيها الناس خلال الشهر الكريم. بتتكلم على 1500 طن دواجن، يعني بنتكلم متوسط 1,300,000 دجاجة. بتتكلم على 100 طن لحوم، 100,000 كيلو لحوم. احنا دلوقتي يعني خلاص بقينا على الأبواب، فإن شاء الله بإذن الله احنا السنة اللي فاتت يمكن وصلنا لأكثر من 700,000 أسرة خلال شهر رمضان بأكثر من 1,000,000 كرتونة، بالإضافة للدواجن واللحوم والملابس. فمن خلالك بنفتح باب الخير ان شاء الله علشان شهر رمضان، ونكمل كل المشروعات بتاعتنا. احنا مش هنوقف خلال شهر رمضان، سواء فيما يتعلق بالرعاية الصحية، سواء فيما يتعلق بتوفير الملابس، في اي نشاط بيشتغل صندوق تحيا مصر احنا بنضيف عليه توفير المواد الغذائية اللي بيها نرفع شوية اي اعباء على الاسر الاولى بالرعاية. طيب ده كلام حلو، انا عايز بقى مره تخصني بحاجه ما طلعتش. هو ده لسه ما طلعش، انا لسه بص ده لسه ما طلعش. ده لسه ما طلعش، ماشي. دور انت 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 بتعرف تدور، انا عارف. انا عايز اشكرك، ويعني احنا حقيقي دايما بنبقى سعداء، مش بس لما بنكلمك، لكن انه كمان لما بنكلمك بتقول لنا على حاجات حلوه وكويسه، وحتى لو ما فيهاش سبق وما كانتش لسه طلعت، كفايه انها بتفرح الناس. حقيقي احنا بنشكركم، وربنا يوفقكم ويوفقنا جميعا للي فيه صالح البلد دي ولصالح الناس. الف شكر ليك، ربنا يخليك يا رب. الف شكر للاستاذ محمد مختار متحدثا باسم صندوق تحيا مصر.